طبعا بالكلمة الأخيرة أود أن أوجه تحية كبيرة وتحية إجلال وإكبار وتقدير للشعب البحريني المظلوم بعد انتهاء 3 سنوات من حركته وقيامه وثورته الأخلاقية الوطنية السلمية الراقية ومواصلته، شفنا مسيرات أمس، مواصلته لهذه الحركة السلمية بالرغم من القمع والتهشيم والتشويه والاعتقالات والسجون وكل ما يتعرض له هذا الشعب المظلوم من قبل حكومة مفروضة عليه من خلال واقع إقليمي معين وقوة الحديد والنار.